ازيكم؟ في الفيديو ده هنتكلم عن موبايل الزي تي اي نوبيا 14 اس برو، اسمه طويل جدا، لان الموبايل ده بيقدم كل حاجه انت محتاجها تقريبا. عايزك تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان فيه تفاصيل كتيره جدا لو انت مهتم انك تعرفها، ولان فيه لخبطه كتيره جدا من ناحيه المواصفات ومن ناحيه الاسعار، لان الموبايل ده بيجي باكتر من نسخه، 3 نسخ تقريبا. فمهم جدا تكمل الفيديو ده للاخر وتنزل دلوقتي تعمل لايك، عايزين نوصل للفيديو ده ال 100 لايك في اقرب وقت ممكن. ومن غير بقى كلام كتير خلونا ندخل على طول في التفاصيل. فلسطين ويشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نفرين، أنا زهر شوقي أنا الورد. مبدئيا تصميم الموبايل تصميم لذيذ جدا. الموبايل هنا بيجي بالكامل من الازاز مع فريم من الالومنيوم، في نسخه كده جيمنج فيها بعض التفاصيل كده والالوان وحاجات كده حلوه في الظهر، واللي هنجيلها لما نيجي نذكر الاسعار. الموبايل هنا بسيط جدا، الموبايل هنا موجه للجيمنج في المقام الاول، وعشان كده في تريجرز كده تتحكم بيها في الالعاب، وده نوعا ما بيسهل عليك اللعب على الموبايل، بيسهل عليك الحركه والضرب وكده يعني. مع ست بالكاميرات ده اللي فيه الكاميرات الغريبه دي اللي شكلها مريب ده، واللي هنجيلها كمان شويه. الموبايل هنا معلم بيجي بشاشه اموليد 6.67 انش فول اتش دي بلس بكثافه بيكسل 395 بيكسل لكل انش. الشاشه دي بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتيجي معدل برايتنس 1000 نتس. ما نعرفش وضع الذروه هنا قد ايه بالظبط. وبما ان الموبايل موجه للجيمنج فالشاشه هنا معلم بتيجي بريفريش ريت سريع جدا 144 هرتز. طبعا من ناحيه الحواف والبيزل الجانبيه والعلويه والسفليه مفيش اي بيزل يا معلم، الحواف هنا تكاد تكون معدومه حرفيا، مع دوت ديسبلاي اعلى منتصف الشاشه وتكاد تكون لا ترى يعني. استحواذ ممتاز، مواصفات قويه جدا للشاشه بتاعت الموبايل. وعايزك تركز معايا هنا لان في لخبطه شويه. النسخه العاديه بتجيب 8 او 12 جيجا بايت رام مع 128 او 256 او 512 جيجا بايت ذاكره تخزين داخليه. في كمان نسخه ثانيه بتجيب 12 او 18 جيجا بايت رام مع 256 او 1 تيرا بايت ذاكره تخزين داخليه. نسخه الجيمنج بتجيب نسخه واحده بس اللي هي 12 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه. نوع الرام هنا البي دي دي ار 5 ونوع الذاكره اي اف اس 3.1. الموبايل هنا ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي، الموبايل بيجي مع الاندرويد 12 مع واجهه زي تي اي الماي او اس 12. الموبايل ده بيجي بتشيبسيت من كوالكوم، اقوى معالج موجود على اي موبايل اندرويد، السناب دراجون جين 1 بلس. المعالج ده 4 نانو. انت هنا بتتكلم عن اقوى معالج موجود على اي موبايل اندرويد، بيقدم لك اداء قوي جدا في الالعاب التقيله على اعلى جرافيكس وفريم ريت من غير ما تقابل اي مشاكل مع الاداء بتاع المعالج ده، وكمان بيوفر في عمر البطاريه عن الجيل اللي فات بنسبه 30%. زي ما قلت لك هتاخد اقوى اداء في الالعاب التقيله على اعلى جرافيكس وفريم ريت، لعبه زي ببجي بتوصل معاك لحد 90 فريم كمان. الموبايل هنا بيجي 64 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، الكاميرا دي بتيجي ب اف 1.6 مع مستشعر 1.1.7 انش، الكاميرا دي بتدعم الاو اي اس او الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، مع كاميرا ثانيه او سنسور بايروسكوب تليفوتو 8 ميجا بكسل باف 3.4 بيجي مستشعر 1.4 انش، الكاميرا دي بتدعم الاو اي اس وبتعمل تقريب بصري حقيقي لحد 5 اكس زوم، وطبعا من غير ما تفقد اي جوده او كواليتي، مع كاميرا الترا وايد 50 ميجا بكسل باف 2.2 ب 116 درجه. الكاميرات هنا بتصور 8K و 4K على 30 فريم، وبتصور 4K على 30 او 60 او 120 فريم، مع كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل. الموبايل هنا بيجي بستيريو سبيكر، الموبايل ما بيجيش مع منفذ 3.5 مللي للاسف. البصمه هنا موجوده تحت الشاشه، واداء البصمه سريع ومميز جدا. من ناحيه المواصفات بقى بتاعت البطاريه والشاحن، ففي نسخه 5000 ملي امبير مع شاحن 80 واط، وفي نسخه ثانيه بتيجي ب 4600 ملي امبير من ناحيه سعه البطاريه مع شاحن 120 واط. زينا النسخه ال 5000 ملي امبير مع 80 واط، نسخه ال 8 128 500 دولار ما يعادل 9560 جنيه مصري. سعر النسخه الاقوى من ناحيه الشاحن اللي بتيجي ب 4600 ملي امبير مع شاحن 120 واط، النسخه دي بتيجي ب 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه. سعر النسخه دي 635 دولار ما يعادل 12150 جنيه مصري تقريبا. سعر النسخه الجيمنج بقى معلم، نسخه الجيمنج هنا بتيجي ب 4600 ملي امبير من ناحيه سعه البطاريه وشاحن بقدره 120 واط، النسخه دي بتيجي ب 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين داخليه، ودي النسخه الوحيده يعني اللي بتيجي بيها نسخه الجيمنج. سعر النسخه دي 700 دولار ما يعادل 13400 جنيه مصري. طبعا هنا لازم تاخد بالك من نقطه مهمه جدا، هو ان الاسعار دي داخل السوق الصيني، يعني الاسعار دي متحوله من اليوان الصيني للدولار، ولما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي خارج الصين اكيد الاسعار دي هتزيد شويه حلوين، بس ما نعرفش وقتها الاسعار دي ممكن تكون قد ايه بالظبط، وهتزيد اكتر كمان لما تنزل عندنا الاسواق العربيه للاسف. من وجهه نظري البسيطه جدا انا بفضل النسخه 8128 من ال 5000 ملي امبير وشاحن 80 واط اللي بتيجي ب 500 دولار اللي هم يعادل 9500 جنيه مصري. طبعا بالنسبه للمواصفات والهاردوير والعتاد بتاع الموبايل ده مقابل السعر اللي هو بيجي بيه سعر مميز جدا. عايزكم كمان تقولوا لي رايكم ايه اكتر نسخه انتم بتفضلوها. وباختصار شديد الموبايل ده موبايل مميز جدا وبيقدم مميزات خزعبليه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي، سلام.